طب اتفضلي. هو هل دلوقتي الحجابه والاحجار الكريمه والشيوخ والحاجات اللي احنا بنشوفها الحياه اليوميه، هل فعلا هي بتحمي من الحسد، ولو حد عنده مشكله بتعالجها، ولا ده مجرد خرافات الناس بتعتقدها؟ لا، هي الاحجار الكريمه وجدوا لها طاقه ايجابيه او سلبيه، فلما الأحجار الكريمة بينعكس عليها ضوء القمر أو ضوء الشمس بتعمل حاجة زي الأمواج، والأمواج دي بتخلي الواحد كأنه مرتاح فيقولوا كده، لكن هي ملهاش دعوة بأنها بتصد الجن أو بتمنع الشياطين. الحجاب اللي هي بيبقى حاطين فيها حاجات معرفش هي بتتكون من ايه، بشوفها كتير قوي في الحياه اليوميه، عشان كده قررت اسال حضرتك عنها. التميمه اذا كانت من القران دي بيسموها التميمه، لو كانت من القران بتعمل اثر بانه بتخوف شويه بعض هذه الطاقات السلبيه من انها تؤثر. شكرا قوي. اتفضلي. ازاي احمي نفسي من الشيطان مخلوش يقرب لي خالص؟ تقري كتير الثلاث صور الأخيرة في القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب اتفضلي. وإزاي أعرف إن أنا محسودة؟ أنت بتشعري بحاجة سلبية يعني عندك، اللي هي إيه؟ أعرف يعني إيه الحاجة اللي تخليني شكلك كده مش محسود ولا حاجة. ايه بقى اللي يخليكي عايزه تعرفي ان انت محسوده ولا لا؟ طب ما انت مش محسوده اهو، فعايزه تعرفي في ايه؟ لازم بتشتكي من حاجه. يعني واحد مثلا حاسس بمغص، والمغص ده جاله من غير حاجه فجاه كده، بس كان في واحد بصله وقال له، ما شاء الله، ما قالش ما شاء الله حتى، لأنه لو كان قال ما شاء الله ما كانش يبقى فيه حسد. فبيقول له أنت عمرك ما جالك مغص؟ فراح جاي له مغص، واخد بالك؟ الله، فده أنت لسه بتقول لي ده عمرك ما جالك مغص، وبتقولها كأنه يعني مستخسر فيا إن ربنا شافيني من الحكاية دي، وهكذا. ياه، كل الأموال دي عندك، فراحت العملية العربية عملت حادثة فروحت حطيت فيها كل الأموال اللي عندي، وأهو ده يبقى محسود. يعني في حاجة مع حاجة حصلت، لكن كون أنت دلوقتي في حال سبيلك كده وعايزة تبحثي أنت محسودة ولا لا، ما تخافيش، ما أنتش محسودة. لكن لو حد شاف العقد الجميل اللي عندك ده وقال لك ما ايه ده، عود جميل قوي، راح مقطوع، فيبقى ساعتها تقولي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ايه، انت حسدته ولا ايه كده يعني؟ فهمتي؟ طيب حلو قوي.